بقى في حياتك يا باشا؟ حياتك الباقي يا طاهر. والنعمة الشريفة أني اتفاجئت زيك بالظبط، بس أنا حذرتك يا باشا وقلت لك إن منصور ده حطك في دماغه. المرة دي بقى أنا اللي حطيته في دماغي، هو ودياب ابنه وأنا وهما في الدنيا دي كلها. والله عندك حق يا باشا. يا ساتر، ده اللي زي منصور ودياب ده مسخوا الدنيا. إلهي ربنا يبتليهم بمصيبة ويريحنا منهم. على إيدي إن شاء الله. اسمع طاهر، ركز في اللي هقوله لك ده وطرطق ودانك كويس وتنفذ اللي هتسمعه بالحرف الواحد. معقولة التأخير ده على الباب يا ماما؟ وحشتيني يا ست الكل. يا قمر يا سكر، ازيك عاملة ايه؟ حضرتك مين؟ أنا لولا. لولا مين؟ لولا مرات ابنك. لا حضرتك غلطانة في العنوان. لا أنا بقى متأكدة، مش حضرتك مامة عمر؟ أيوة بس عمر مش متجوز. لا ازاي؟ أنا لولا مرات عمر، وقررت بقى أجي أقعد معاكوا هنا على طول. انتي بتقولي ايه؟ عمر تعالي هنا. عمري لولا حاسبي كده. وحشتني. مين الست دي يا عمر؟ دي رد عليا. مين دي؟ رد على ماما يا عمر، ما تزعلهاش. ولا تحب أقول لها أنا؟ دي مراتي يا ماما. يلزمك كام حتة؟ 100 حتة كلاشنكوف على 100 صندوق ذخيرة. ده احنا داخلين على انتخابات يا كبير، كل سنة وانت طيب. وانت طيب، بس يكون في علمك ده شاحح اليومين دول من السوق. في حاجة تشح على الكبير بقى؟ ده انت الكبير. تعيش، بس السعر هيختلف. ليه بس؟ ما احنا راسين على السعر من العملية اللي فاتت. اللي فات مات يا سيدنا، واحنا ولاد النهارده، والنهارده الحكومة مقفلة على كل حاجة، ومعادش تهريب من بره واصل، وبناخده من المخازن ومنطلعه من اللحم الحي. الله، السعر هيزيد قد ايه؟ الطاق طاقين. واه كتير قوي يا كبير. خلاص هات من بره وشوف هيوقع عليك بكام. ده اذا عرفت تدخله وما تقفشتش ورحت في حديد. الله الله الله، ليه كده يا كبير؟ تعجدها ليه كده؟ لانها معقده رباني. خلاص يا كبير ولا تزعل، احنا هناخد من عندكم بالسعر اللي تقول عليه. ما كمل اول، لازم يعني المناه ده. معلاش عاد زباينكم بيتجلوا عليك. ماشي يا سيدنا.